صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إن تكون حملتكم مع كل الأخبار الحلوة والإيجابية لنهاركم. شو نصائح عالم الفلك لنا اليوم؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. مهنياً بتحصل على فرصتك الذهبية اليوم وما في داعي تستعجل، خلي الوقت يقطع وياخد كل شيء حقه، وكون أكيد كل شيء حيصير مثل ما أنت مخطط له وكمان أحسن. عاطفياً بتنتهي الخلافات وبتهدى الأجواء بينك وبين الحبيب وبيرتاح بالك وبتصفى النيات، فانتبه من أنه يتكرر يلي صار وخلي ثقتك كبيرة بالشريك ومتخلي الغيرة العمياء تسيطر عليك. برج الثور، مهنيا لازم تكون أكثر تركيز على الأمور الأساسية وما تنشغل بالأمور الثانوية لأنها ما بتفيدك بشيء. أما بالحب بتتخلص من ظروف صعبة بسبب وقوفك حد الشريك وبتتجاوز هذه الفترة بأقل ضرر ممكن. صحيا وضعك الصحي الدقيق بيفرض عليك الانتباه لضرورة التأيد بتعليمات الطبيب المختص. الجوزاء، مهنيا مشاريع مهنية لافتة ودقة بالتنفيذ وصولا للنجاح، هيدا بيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا ركزت على شغلك منيح. أما عاطفيا ما تكون قاسي مع الشريك، فهدفه تبقى مرتاح ومبسوط واندفاع وممكن يكون السبب بارتكابه بعض الأغلاط. نوصل لبرج السرطان، مهنيا وقتها بتشتغل بضمير بتلاقي النجاح حليفك وهيدا يلي بخليك تحس براحة وسعادة كبيرة. المهم انك ما تنغر وتضل عم تشتغل بنفس الاسلوب والطريقة. عاطفيا لازم توضح بعض النقاط العلقانة وإلا حتبقى رهن الشكوك، وهيدا الشيء ما حيكون لمصلحتك ولا لمصلحة العلاقة بالمستقبل. الأسد، مهنيا بتتحسن أحوالك وبتتقدم بشغلك بسرعة نتيجة ذكائك وثقتك بنفسك الكبيرة، لكن بنصحك إنك ما تنام على حرير لأنه ممكن يكون أحد الغيورين عم ينصب لك فخ. أما بالحب أيها الأسد، إذا كنت غير مرتبط ممكن تتعرف خلال سهرة أو سفرة على شخص جديد وتقرر الارتباط فيه وتمضي بقية حياتك معه. العذراء، مهنيا أمور بسيطة ممكن تحمل كثير من المتغيرات الأساسية، مشان هيك ما تستهتر بأي شيء واعطيه كل موضوع حقه. بالحب ما تخلي التراكمات القديمة تفرض نفسها ومعالجتها كان لازم يصير من زمان، ساعتها ما كنت وصلتوا لهيدي المرحلة من المشاكل أنت والشريك. أما برج الميزان، مهنيا هيدي الفترة بتحس بكسل وانك مش قادر تركز بشغلك، فانطر لبعد الظهر وحتلاحظ انه كل الامور رح تتبدل لمصلحتك. عاطفيا ما تخلي التراكمات القديمة تفرض نفسها وخليك عم تفكر بالمستقبل والا رح تتعب كتير بعلاقتك مع الشريك. اما عزيزي العقرب لليوم، مهنيا بتلاقي حالك مشغول بتحضير لمشاريع جديدة ومتفائل بالمستقبل بالرغم من أنه في تقلبات بالحظ هيدي الفترة. أما بالحب أيها العقرب، شوف الإيجابيات اللي بتتميز فيها علاقتك بالحبيب وما تفكر بأغلاطه، فما في ولا إنسان كامل وخالي من الأغلاط. القوس، مهنيا كون منتبه هذه الفترة من محاولة بعض الأشخاص استدراجك لتاخذ موقف معين وتجنب النقاشات العميقة والتحديات، فحركة الكواكب مش لمصلحتك وخاصة هيدي الفترة. أما عاطفيا حاول تتحكم بعواطفك لو شو ما كانت ولا مين ما كانت، وما تعبر عنها بطريقة مبالغ فيها وإلا حتخسر مصداقيتك. الجدي، مهنيا الاستعداد والتيقظ مطلوبين منك بالايام الجايه، فممكن تتقدم او تترقى بشغلك وبالتالي بتحصل على البوست الجديد يلي كنت حاطط عينك عليه الك فتره. اما عاطفيا ما تستخف باراء الشريك لانه ممكن يفاجئك ويكون عنده معلومات بتفيدك على الصعيد الشخصي والمهني. موسى لبرج الدلو، مهنيا بتعارض اي خطوه او فرصه اذا ما كنت مقتنع فيها، فالعشوائيه ما حتكون لمصلحتك وانت عارف منيح هذا الشيء، مشان هيك عم تاخذ وقتك قبل ما تاخذ اي قرار. اما بالحب ايها الدلو، صارح الشريك بيلي عم تفكر فيه وما تخلي اي موضوع يخلق لك الشك فيه، والا ما بتكون عم تنزع علاقتك بلا ما تعرف بتكون عم تنهيها. نوصل لبرجنا الأخير، برج الحوت، مهنيا ما تخلي ضغط الشغل والفرص المهمة يلي عم تتقدم لك تنسيك واجباتك تجاه عائلتك والاجتماعيات يلي ممكن انها تكون عم بتفيد ايدك بطريقة غير مباشرة بعملك. أما صحيا نظم نهارك بطريقة مناسبة تقدر من خلالها تخلص أشغالك بالفترة المخصصة للشغل وتترك الليل للنوم والراحة. أما صفات مولود برج اليوم،
إنسان متقلب المزاج، بحب عمله وبيته وبكافح كرماله، ذكي كتير وعنده سرعة بديهة بتخليه ملفت للنظر وين ما تواجد، بيحترم الناس وبيفرض احترامه على كل يلي بيعرفه. جذاب، إنسان جدا دقيق وصادق، بكره الكذب واللف والدوران وبفضل الصراحة لو بدها تكون جارحة ببعض المواقف. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. أنا أحب أذكركم بالإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألونا أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، أوروسكوب@hotmail.com، وأنا أكيد رح جاوب على كل الأسئلة بالفقرات الجاية. أما هلأ بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم، وأنا بشوفكم بكرة. إلى اللقاء.